الهلال قليل جدا في فكرة الاستحواذ حتى قدام بلاتينيوم على ملعبه، كان نسبة استحواذه أقل بكتير جدا 46% قدام بلاتينيوم. فده انعكس النهاردة لأن فايلر هو بطبعه مع النادي الأهلي بيعتمد على الاستحواذ في المقام الأول. الكرات الكتير نستعرض عندنا الاستحواذ 23% النهاردة أو 27% للهلال السوداني للهلال. أو مقابل 73 استحواذ للنادي الأهلي. والتمريرات احنا كنا بنتكلم أن أيضا فكرة أن الهلال كان عامل قدام بلاتينيوم 281 تمريرة، فكنا بنتكلم أن ده مؤشر طبيعي جدا أن قدام النادي الأهلي النادي الأهلي هتكون تمريراته اللي لا تقل متوسطها عن ما يقترب من 550 تمريرة مع فايلر. النهارده 762 تمريرة، رقم كبير جدا في كرة القدم. وانا بأكد رقم كبير جدا في كرة القدم، رقم كبير جدا في كرة القدم. ولكن لو استعرضنا المحاولات على المرمى 16 محاولة، انت شايف عدد اللمسات دي والاستحواذ ده و762 تمريرة، يكون المفروض المحاولات على المرمى تكون اكتر من كده ولا ده متناسب معاه؟ المحاولات على المرمى مع نسبة الاستحواذ، مش شرط انا مستحوذ بنسبة كبيرة جدا هيبقى عدد الهجمات او عدد المحاولات على المرمى كبير، لان انا ممكن مستحوذ استحواذ سلبي. 16 محاوله على مرمى المنافس ده رقم كبير جدا في كره القدم ايضا، ولكن مقابل 6 للهلال. ولكن المحاولات الفاعله على المرمى والمحاولات الايجابيه النادي الاهلي 5 من اصل 16، هي دي ترجمه الهجمات في الثلث الاخير. شفنا اجاي الكره بتعدي قدامه كان يقدر يسجلها، كره قفشه اكتر من محاوله رمضان، هي الفكره في كده. المحاولات اللي عملها النادي الأهلي ك16 كرقم، لا طبعا ده مش قليل، ولكن ترجمتها بفاعلية على المنافس بين القائمين والعرضة 5 محاولات، ده اللي قليل نسبيا يعني. خدتنا القفشة، قفشة عامل 6 محاولات من 16 على المرمى، منهم محاولتين اون تارجت، الحارس تفاعل مع الأولى وقعت من إيديه لكن ما كانش فيه فولو، والكرة الثانية مسكها الحارس، لكن التالتة بقى ودي اللي احنا كنا نتمنى تيجي، لأن قفشة كان واضح من بداية المباراة ان هو في تعليمات بالتصويب سواء من مجدي قفشة او من حسين الشحات او حتى عمرو سليه او ديانج لما نزل او حتى جونيور اجاييه، فكان واضح جدا ان دي تعليمات مدير فني، التصويب من على حدود منطقة الجزاء خاصة في البلوكات اللي كان بيحاول يعملها الهلال السوداني. قفشة نجح في كورتين، والتالتة سوء بخت كرة جت في العارضة.